نهار ابيض، يا نهار ابيض، اجيبها منين؟ اجيبها منين يعني؟ بعد ده كله في الاخر مره واحده عمال ادور عليك الاقيكي قدامي. كنا مخصمين وفي الاخر تيجي قدامي. مش هينفع والله، ما ينفع. ده اسمه ايه؟ اشتياق. اسمه يعني وحشاني بقالك كتير. والله العظيم ما هينفع، والله ما هينفع. وحشاني قسما بالله، وحشاني يا قلبي. الله يخليك. عارف والله بقالي كتير قوي وحشيني والله. معلش والله، الله يسترك. الله يخليك. ايه يا فندم، خلصت؟ مش عايزين حاجه. انت خلصت؟ لا امورين يعني. تدور على حاجه معينه ولا تمام؟ اتفضلوا. بتدور على حاجه معينه ولا ذوقكم زباله يعني تحبوا ان انا اساعدكم؟ لا انا بقول لي، انتوا بتدوروا على حاجه معينه ولا ذوقكم يعني زي الزفت مثلا؟ محتاجين ان انا اقول لكم حاجه تليق عليكم؟ زي الزفت. انت قصدك ايه؟ مش فاهم. مفيش اي مشكله يعني. ممكن حضرتك ما عندكيش ذوق، انت فاهمني يعني؟ انت مثلا بتفهم يعني؟ انا بفهم جدا، ربنا يخليك. بتفهم اصلا؟ بتفهم ازاي يعني؟ لا انا بفهم الزبون او الزبونه اللي بتكون قدامي يعني. انا من كام يوم كان في انت اساسا حد سالك؟ ايه؟ حد سالك؟ لا سبت سالني بس، لكن مفيش مشكله. انت عايز اي حاجه قولي لي. انا عندي انفصام في الشخصيه. يا اوزعه اسمعي بس اللي انا بقول لك عليه. ماشي، عندك مرض موافنك في محل ليه؟ ماشي، ما هو لا اله الا الله. هو انا عشان عندي مرض يبقى معيوب؟ ايوه. اللي فيها ايه اللي فيها؟ المفروض يوقفوا الناس. هم معلمكش تتكلم مع الناس ازاي؟ معلش، ما انا بقول لك عندي انفصام في الشخصيه. الشخصيه اللي كلمتك على نفسك بقى. يلا يا بنت نمشي. لا اتفضلي، شوفي ربنا يخليك. اتفضلي شوفي اللي انت عايزاه. اتفضلي يا فندم، منورين المكان كله. اتفضلي شوفي اللي انت عايزينه وانجزي. ما تبصليش كده، تاكلي بوقك. لو جعانه ممكن اطلب لك سندوتش كبده كلابي من جنبينا. اتفضلي. انت مين مشغلك هنا اصلا؟ ولا ايه التخلف؟ ابويا فتح لي المكان ده لما نجحت في الثانويه العامه. مالكيش فيه انت؟ لا انت تدخلي في المكيش فيه. انت جايه ان انت عايزه تشتري حاجه. اشتري حاجه ايه بقله ذوقك دي يعني؟ مين هيشتري حاجه بالقرف اللي انت بتعمله؟ على الاقل انا قليل الذوق، مش ما عنديش ذوق خالص. اتفضلي شوفي اللي انت عايزاه. ولو مش مناسبه وانا خدت رايك. انا خدت رايك يعني. يزيدني شرف، يزيدني شرف. طب قول لي حضرتك على حاجه. انا اسف جدا، احنا هنا النهارده عاملين عرض بجد والله. اي قطعه ب 100 جنيه فانا كل ده. انا بهزر بنكشكوا انتوا الاثنين وبهزر معاك والله. والله بنكشكوا، مش طبيعي. بنكشكوا والله، انا اسف. اي قطعه ب 100 جنيه؟ لا انا بهزر. هفن. لا ثانيه واحده بس، انا بكلمك يا استاذه. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك يا استاذه. مالكيش دعوه، الله يرضى عليكي. شوفي اللي انت عايزاه. بتتكلم بجد؟ ايوه بتكلم بجد. انت مش طبيعي بجد. لا اله الا الله. لا انت قدامي واقفينك هنا اصلا. ليه بس؟ بتكلم معاك عادي. انا بس اقول لك اي حاجه هنا تعجبك، اذا كانت دريسات اي حاجه، ب 100 جنيه بس. طيب اي قطعه. ماشي، قول الكلام ده. دلوقتي بعمل خلاص. لا انا كده بتكلم بجد. خمسه. اوكي اندر ايدج. طب ممكن تنادي لنا مسؤول؟ اوكي اتفضلي شوفي اللي انت عايزاه. انادي المسؤول. انت مش قلت عايزه المسؤول؟ انت يا فندم قلت لي عايزه المسؤول او المسؤوله، صح ولا لا؟ مش مالي عليك. لا لا احنا صنفنا، احنا مقفولين نتكلم عليه. ايه بحبكم. اسمعي مني يعني. بص 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 بص، عندك يعني لو لبست دريس زي ده، بصي اهو، عايز اقول لك مرن معايا وباخد راحتي فيه. وبص بتحرك يمين وشمال براحتي. في مروان بابلو لو جيت النهارده. ايه اللي انت فيه ده؟ انت بقى متخلف ولا في ايه؟ انا قلت لك عايزه مسؤوله. هو كده مسؤول اللي كان واقف معاكي لما دخل لي؟ قال لي في واحده حربوقه قصيره كده اوزع. يعني مين اللي كان واقف معايا؟ لا انا في بني ادم المتخلف هو اللي كان واقف. لا انا اخته بس، احنا عيله بدقن كلنا. معلش احنا عيله بدقن، انا اخته. هتتاكدي؟ اخته صدقت ولا لا؟ نمشي. يلا نمشي. وايه ده؟ ليه عايزه تمشي ليه؟ اسمعي من اي قطعه ب 100 جنيه والله. اي قطعه ما بياعه. فالله يرضى عليك يا ست الكل، خد الحربوقه دي وشوف انت رايح فين كده. الله يرضى عليك. ما بكلمكيش حربوقه صغيره انت. الله يرضى عليك. لا لا الله يرضى عليك. هو ما عندكيش اخواتش معاك؟ ما عندكيش اخواتش؟ انت بنت ارجعي ورا، خديها طنط وامشي. خدي بس. انا بكلمك بس اقول لك على حاجه. وانا اقول لك على حاجه واحده بس. انا ما بكلمك ليه؟ هتديني ايه في وشي؟ ما انا بتكلم بس اندر ايدج. ما اسمعش حسك لحاجه واحده بس. عارفه ليه عايزين ايه مني؟ لا بصور كاميرا خفيه والله. وفي كاميرا ايه؟ وفي كاميرا هناك ايه ورا الاستاند والله. ايه بعمل مقلب. والله ايه؟ امال ايه دي؟ دي خالتي واقفه اهي والله العظيم. بصور مقلب. انا مش عارفه اقول لك ايه. بقى ممكن بس هنا نبص ونقول المفروض ان احنا نذيع. نذيع. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا منورين الدنيا. مساء النور، اخباركم ايه؟ منورين الدنيا. اهلا يا اهلا يا اهلا.
يا اهلا يا استاذه، يا اهلا يا اهلا، منوره الدنيا والله، منورين دي. منورنا والله عظيم، منورنا منورنا. اهلا 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 وسهلا بيكم، منورين الدنيا يا استاذه انت. طب خلاص ممكن منوره يا استاذه، منوره. ميرسي. يا اهلا بيكم، يا اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا 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 يا استاذه، منورانا منورانا يا استاذه منورانا. طب انت حضرتك بتسرق بالديسات ولا بالقطعه بس عشان ابقى عامل حسابي؟ الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه ده اسلوبي، عارفينه كلكم وفاهمينه. هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ منورانا يا استاذه، بكلمك. ايوه حضرتك بتتكلم كده. لا ده انتوا منورينا. شوف حضرتك انت محتاجه ايه. طيب خلاص انا قلت لك خلاص. ماشي يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضلي يا استاذه براحتك براحتك. في يا استاذه انا بشوف حضرتك محتاجه ايه. طيب حضرتك بتدوري على جاب؟ طيب حاجه معينه، حاجه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، بدور على شويه هدوء وشويه احترام. عندك منهم ولا ما عندكش؟ موجود هنا، احنا عاملين هنا محل تمارين اليوجا. يعني انا حضرتك عايزه شويه هدوء، ممكن تقفي كده ولا ممكن بعد سيدنا النقي لو احتاجنا حاجه هنبلغ. لذيذ قوي بصراحه. ايه ده طهله. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا استاذه، منورانا يا زين، منوره الدنيا. البنطلون ده عشان انت تقريبا البنطلون ده بيعمل لك حاله في دماغك. لا فممكن نشوف هنا بقى بعد اذنك اسمها ستوري. okay. مش حاله، بعد اذنك اسمها ستوري. ما انت بني ادم براس فرخه. هو ايه راس فرخه؟ ايه هو ايه راس فرخه؟ ما هفهمك. هو انت بتتكلم كده ليه؟ انا فاهمك حاجه. هو انت بتتكلم كده ليه؟ هفهمك حاجه، هفهمك حاجه. اه اتفضل فهمني. ممكن تخرسي عشان اكلم الاستاذه؟ هو ايه تخرسي دي؟ هو ايه تخرسي دي؟ ايه اسلوبك ده؟ بكلم الاستاذ. هو ايه اسلوبك ده؟ انت قمر قوي. انا بتكلم. هو ايه اسلوبك ده؟ انا بتكلم بس. هو انت بتتكلم. ادي لها فرصه تتكلم. ادي لها فرصه تتكلم. انت بتتكلم مع كل الزباين كده؟ اتفضلي. انا عايزه مسؤول في المكان هنا. انت عايزه همشي نفسك انت كمان. اه احنا عايزين بقى المدير دلوقتي. هنا احنا عايزين المدير. يا استاذه وانت احنا عايزين المكان ولا نجيب لك حد كبير تكلمه عشان احنا صغيرين؟ يا ريت تجيبوا لي حد كبير. يا ريت تجيبوا لي حد. اوعى بقى من هنا كده. يا ريت تجيبوا لي حد. اوعى بقى كده يا جماعه، اللي انتوا بتعملوه ده انتوا مجانين. انا عايز احنا مجانين وانا نتجنن عليك بقى. ليه بقى كده؟ ليه احنا مجانين؟ في ايه يا استاذ؟ انا انتوا بقول لك منورين الدنيا. دي مره مش طبيعي، ما ينفعش اصلا تنزل تشتغل. ممكن تهمشي نفسك. انا نفسي تهمشي نفسك بس. اهو صاحبتك نفسها مش طبيعي. اتكلم معايا بقى. انا بتكلم. انا همشتها. انا بكلمك اهو يا خالتي. بص عشان ما بقاش اتكلم بايديا عشان ما موتش نفسي. اقول لك ايه؟ اتكلم عدل دلوقتي يا استاذه. اتكلم عدل. انت بني ادم براس بطه وانت بني ادم براس بطه. انا عايز افهم دلوقتي. انا عايز افهم انت بتقول لك ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ طب اقول لك على حاجه. والله انا بهزر معاك والله. اهدي بس كده، اهدي. همشي نفسك انت. انا بفهمك والله يا جماعه. اكتب والله بهزر معاك. انا بقول لك انا بعمل. انا اسف جدا. والله العظيم طبيعي عندكم. يعني والله ما نقصدش اي حاجه. احنا يعني بنهزر معاك. انا شرف ليا ان انا اهزر معاكم. انتوا زي اخواتي وانا بهزر معاكم. بعمل معاكم مقلب. ده مقلب. ده مقلب بجد. اقسم بالله. المره دي بتتكلم بجد؟ والله بجد. والله ما فيش اي حاجه تاني. بهزر معاكم. ده مقلب. بص عامه كده، بص فوق كده كشافات عادي، مالناش دعوه بيها. بص فين الكاميرا هناك ايه؟ تمام. بهزر معاكم. ما اقصدش اي حاجه. استاذنكم بس. نزيع نزيع نزيع.